هذه قناة أجواء اللي لأن أنا حاط نقاط قدامي اليوم راح نتكلم عليها نفش قلبي نرجع القناة هذه الأجواء اللي هذه اللي راهي جماعة ما يعني كم لك الناس أثارت اسمعوا معايا العقوبات سلطة الضبط السمعي البصري الغلق الوقف الفوري والنهائي لقناة الأجواء أوكي سلطة الضبط القرار جاء بعد تسجيل خروقات مهنية وأخلاقية سلطة الضبط الخروقات تتعلق بعدم احترام خصوصيات المجتمع الجزائري. سلطة الضبط الخروقات تتعلق بعدم احترام متطلبات الاداب العامة. سلطة الضبط القناة بثت بثت لمحتوى خادش للحياة ومشاهد تتنافى وقيم الاجتماعية. اوكي سلطة الضبط السمعي اولا قبل ما نتكلم على سلطة الضبط السمعي هذيا وشنهي؟ وشكون اعضائها؟ وش خدمتها؟ نسال نقولها سلطه الضبط السمعي هذه نسال سؤال فقط قناه اجواء هذه هل لديها تصريح بالبث لا هل هي قناه معتمده لا هل لديها اذن بالنشاط لا اذن سلطه السمع البصري سلطه هذه ضبط السمعي البصري انا نقول لهم واش دخل قصيركم انتم؟ واش دخلكم؟ هذه قناة ما يشتب عليكم ما عندكمش السلطة عليها انتم سلطة ضبط السمع البصري للقنوات المعتمدة للقنوات المعتمدة اللي عندها سجل تجاري وعندها كما يقول لك الناس رخصة النشاط وعندها قانون أساسي وعندها دفتر شروط وعندها وعندها أنتم أصلاً هذه القناة ما عندكمش ما عندكمش ما ليش دركا ماكش كش تصريح وماكش عاطيلو إذن ومش تابع ليك وما عندك حتى علاقة به دركا تجي انت تقول لي انايا ما شفتنيش عامين وانا نشط هذا واسمو واسمو عزرين وهذا اللي مدير تاع هذا تاع الشلف هذايا زبير بوشاقور زبير بوشاقور هذا مديرها الكنكايري اللي هو اصله كنكايري يبيع البرونات ويبيع السبيغه ويبيع في وهران عند آآ آآ التران عند محطه التران في وهران في وسموها في حي البلاطو سيد كان في البلاطو ومن بعد كا طور طور القصه تاعو عندي بعد نحكي لكم عايش في فرنسا عنده عامين عايش في فرنسا عنده عامين هو في فرنسا ما دخلش الجزائر والقناة تمشي السؤال شكون مسؤول على مسؤول النشر على هذه القناة من هو رئيس التحرير ومسؤول النشر هل يملك اعتماد لا هل يملك رخصة لا وعلاش انا نقول لكم دائما يا جماعة رانا عايشين في زريبة رنا عايشين في كوري رنا عايشين في كرنفال والداب راكب مولاه رانا عايشين في غابه اللي الكلب يربط والحمار يفك رانا عايشين في غابة اللي فيها الكلب يربط والحمار يفك وبالتالي ما فيهاش ما فيهاش الركبة مايلة الركبة أصلاً الركبة أصلاً عوجة وما بني على باطل فهو باطل ما بني على باطل فهو باطل قناة عندها عامين وهي تشتغل واحد ما بها فاتح الريدو واحد ما على بالو بها برا كامراني بر كبير الداخل اكثر من الخارج واحد ما يراقبها لا شرطة لا مديريه التجاره لا مديريه مش عارف انا السياحه لا مديريه الصيد البحري لا سلطه السمع البصري لا وزاره مش عارف انا الاثار لا وزاره الحيوان ما كان والو اجواء فاتحه وتخدم وطالعه وهابطه وكذا 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 واحد ما على باله ومن بعد يخرج عليك سي آه عمار بن جده يكتب لي هذه الكتيبه ويقول لك باللي آه والله رانا آه قررنا باش نغلقوها ما قررتش يا عمار ما تبداش تقود عليا درك مع صباح ربي انت طيب ما قررتش لو كان جيت قررت لو كان غلقتها عندك عامين ها, ها قادروا رواحكم عيطوا لك شوكر قالوا لك عصرينها وراحوا جابوهم وداوهم دوكا راهم يدوا في الكف والخباطي انا نعطيكم الرسمي عيطوا لكم شوكر قالت لكم وقفوا ربها وجيبوا لنا قسام تاع اجواء هذو وراهم دركا في الباطر راهم يدوا في الخباطي اذا ما تبداش تربب عليا لا انتاج بن جدي لا المدير تاعك هذا لوبار هذا في عمره 80 سنه سكران اج 24 ما برب الاعلام كاع وراه رايح وجاي تسوقونا في الكوري انا لهذا السبب اللي نقول لكم يا ناس الرونجاس هو الحل لان الذي يسير في هذه البلاد في هذا الكوري هو الجيش الحمد لله لو عندنا رجال الحمد لله أنه عدنا رجال شرفاء يخدموا في السر ما يخلوش البلاد تطيح لكن مش خدمتهم واش يقعدوا يعسوا يعسوا في هذا البر نتاع اجواء ولا يعسوا في الحمير اللي منا ولا يعسوا في الكلب اللي يربط ولا يعسوا في الحمار اللي يفك ولا واش يعسوا واش يعسوا يا قسامكم كعود عدنا زوج ملايين مخابرات ما يقدروش يصيروا هذا الزوين هذا الكوري هذا الزريبه ما يقدروش ما يقدروش ها انت مخابرات عليا تقعد تسير في حشاكم بر تاع الاجواء يخصوا ضابط يقولوا عسني اجواء واش راهي تنشر هاي فاهموني يا كنتم هذه قسم مخابرات عليا يجيبوا واحد ضابط عقيد والله رايد يقولوا انت خدمتك عسنا البر انت اجواء شفت شمن نزلونا نقطه مش مريحة انت موح والله موح ولا, ولا عسنا مش خدمتو يا زايله هذه خدمتكم انتم يا حمير في سلطه الضبط السبعين البصري الى وجهتكم العلوف بالعلوف هاي خدمتكم انتم يا الزوايل يا اللي تخلصوا في دراهم الدولة وما كنتش تخدموا سكر ربها يا تبون كما قال لك سكر قسامها هذا البردي اللي راه عندك سلطة الضبط السمعي البصري اللي ما كانش فيها زوج راهم خدامين انا علاش في البداية قلت عمار بن جدة لأنه عمار بن جدة اللي هو مغلوب على امره مسكين صحافي ديطاشي من التلفزيون ثم محصلين فيه كلش حاطين فيه كلش هو المدير هو الكاتب هو العساس هو البواب هو اللي يفتح البراكة المرنيكة هو اللي يسكرها هو كلش حاقرينو عمبار بن جدة راهم حاقرينو راكبين فوق ظهرهم دلدلين حاقرينو وعلاه لانه هذه قسم السلطه هذه تاع الشكوبيا اللي تاع سيدي ربي اللي حصلنا في قسمها الحلوب بالحلوف هذا ربهم هذو وشكون فيها عاطيني نقول لكم شكون اللي فيه بديت نتعب بديت نس سلطة السمع البصري هذه تكونت تأسست في 2014 وأعضاءها وشكون اللي كانوا حيو عبد الملك مات الله يرحمه زهير إحداد مات الله يرحمه اللي استقالوا أو قد أقيلوا نحاهم لطفي شريط نحاوه واحد اسمه مشاكل نحاوه امرأة أخرى اسمها آسون نحاوه ومن بعد كعضو آخر في الأنثروبيولوجيا آه... ثاني نحوه اللي بقى وشكون بقى زوج وين راه في السلطه السمعي البصري وشكون هما كاين اللي معين بمرسوم رئاسي اللي هو سي لوبار صاحب تبون تب صديقه وكاين عمار بن جدب وديطاشي من التلفزيون كاين لوبار محمد هذايا اللي في عمره ثمانين سنة ربي يشافيه وربي يرفد عليه ما يجيش لهذا المقر تاع السلطة ما يعرفوش نساه نساه في عمره ثمانين سنة وما يصحاش ما على بالوش قسام السلطة هذه خلاص وكاين واحد موظف بسيط ديطاشي من التلفزيون اللي هو عمر بالجد ما عندوش سلطة هو ما عندوش السلطة لكن هو رب السلطة هو اللي دار البيان هذا اللي يقول لهم قمنا بمعاقبه كذا وسكرنا كذا هو ما سكر ما درت بارو عمار آه فهم روحك قادر روحك تي قسم لنا انا لكن ننطرش نطرش مع الباليش نبدا غير سلطه السمع البصري درك كيفاش تحوسني انا نتناقش معاك ونقول لك بلي عندنا مؤسسه اعلاميه لا عندنا وزير يصلح لا عندنا مدير تلفزيون يصلح لا عندنا مدير اذاعه يصلح لا عندنا رئيس السلطه السمع البصري هذا يصلح ما عندنا والو ما عندنا والو عندنا والو ما عندنا عندنا والو عندنا عندنا والو, والو. فهمتوا علاش اجواء دارت كراعها لانه ما كاش درك انتم هل تتخيلوا انه عمر بن جده وحده اللي راهو في السلطه وحده هو اللي يروح الصباح يفتح البراكه وراهو قاعد 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 حتى العشيه يسكر البركه ويروح لانه هو وحده برك بقى هل عمر بن جده يراقب كل القنوات هادو؟ ما يقدرش هل المخابرات تراقب هذه القنوات؟ لا من المفروض يكون كاين فريق عمل هذا الوزير بوسليماني من اللي جاء على باله بلي هذه سلطة السمع البصري ما اللي مات مات واللي استقال استقال واللي اقيل 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 من المنصب تاعو يعني اللي بقاو رسميا رسميا اللي بقاو زوج واحد معين بمرسوم رئاسي في عمره 80 سنه غايب طول الوقت اللي هو لوبان محمد وواحد معين وواحد ديطاشي ولا كفاش من تلفزيون الجزائري اللي هو عمار بن جد اذا هذا زوج هما اللي راهم في السلطه هذا اللي راهم في السلطه عندهم حوالي 20 قناه كاين في هذه القنوات عشرين كاين حوالي ربعه اللي عندهم اعتماد كي نقول عندهم اعتماد يعني هم تصريح كقنوات اجنبيه بالبث من الجزائر وهذا التصريح مات عنده ربع سنين هذه معلومات رسميه من داخل الباطن القنوات اللي عندهم تصريح بالبث او بالنشاط في الجزائر كقنوات اجنبيه اللي هي النهار الشروق و... وشكون ثاني الاخرى زوج الاخرين قنوات خدا اخرين كاين ربعه المهم مانيش عارف الاخرين المهم بعد نقول لكم شكون مانيش نعرف نذكر يعني لانه التقرير طويل بزاف من بين الشروق والنهار اللي عندهم تصريح بالبث من الجزائر كقنوات اجنبيه مقرها بريطانيا يعني الشروق والنهار في بريطانيا المفروض من المفروض راهم عايشين في بريطانيا يخدموا في بريطانيا عندهم مكتب في الجزائر يعني هذه مكاتب لقنوات اجنبيه تنشط في الجزائر قنوات اجنبيه مقرها لندن ومكتبها في الجزائر قلنا في الجزائر قلنا معليش خلي الناس تنشط كذا ها هي تنشط كذا عندهم تسريح او تصريح منذ اربع سنوات اربع سنين مات ما عندهمش تجديد لحد الان ما عندهمش تجديد هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذو ربع اللي قنوات رسمية وسلطة لوبار ما تبعهمش، ما على بهم، إلا إذا داروا غلطة وعيطوا لهم مخابرات قال لهم إيه هذو شنو داروا؟ والله ما شفنا وش داروا؟ ها راهم نزلوا فيلم مشملية. آه داكور واش تحبوا شنو نديروا؟ لهم عقوبة. آي ونندد وكذا دلنم 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 آمين. هذه سلطة السمع البصر هذه السلطه كيعيطوا لهم جماعه الامن المخابرات يقول لهم يا ودي شوف داروا خافوا ربي اه والله ما على بال الناس دي يكثر خيركم راكم تعاونوا فينا يا حمار مش خدمتي انا مش خدمتي انا مش خدمتي انا علاش ما تخافوش ربي اذا الحل وراه الحل يا سي تبون انك تجيب اطارات شابه وليكن عمار بن جده يستاهل انا حتى وراني ذبحت له بصح عمار بن جده لو كان تعطي له مسؤوليه مسؤول سلطة السمع البصري يستاهل صحافي قديم في التلفزيون مازالو على ديدانه يقدر يخدم جيبوا إطارات شابة مثل عمار بن جدة جيبو مسؤولين وحدة آخرين شباب وعينوهم بمرسوم رئاسي سبعة ولا ثمانية ولا عشر إطارات هذا الإطارات يجيبو معاهم مجموعة من إطارات شابة يراقبوا القنوات وأي قناة ما عندهاش إعتماد رسمي من سلطة الضبط السمعي البصري ممنوع تبث يرسلوا إرسالية إلى مصالح الأمن قالوا سكروا كما داروا مع اجواء اجواء تخدم في اطار قانوني سكرولها لكن ما تخرجليش بيان حقير وتقولي قررنا اغلاقها ما عندكش الحق تقرر دخل غلقه سابكته انت تقرر تغلق الاجواء لما تكون انت اعطيتها تسريح بالفتح ما يعرفوش هذو ما فهمش انا واش نقروا فيهم يا زويل يا زويل واحد يقول لك انا راني سحبت الاعتماد لما نكون اصلا عاطل الاعتماد يعني عاطل الاعتماد والان نسحبه عاطيلك تصريح بالبث والان نغلق لك هنا تصلح الجمله تولي سلطة السمع البصري قررت الغلق النهائي للقناة على أي أساس؟ على أساس أنني أعطيت له تصريح بالبث إذا هنا الجملة مفيدة أعطيت له تصريح بالبث العام اللي فات وقررت نسحب له البث العام هذا إذا الجملة مفيدة بصح كي تقول لي انا قررت نفتئ نغلق قناه الاجواء مشي كويس توشكون. تاو شكون واش دخلك تاو واش دخل تا خلاص اش كنت اعطيت تصريح لا كنت فايق بلاني نبث انا قناه الاجواء لا تعرف المقرر تاعي لا هما دخل دخل بوك العلوب بالعلوف في الكفر على جدك واش دخلك فيا سيدي انا نبيع في البطاطا تا واش دخلك مانيش تابع عليك انا وزارة الصيد البحري انا تابع وزارة الصيد البحري انا تهضر معايا لو كانك عطيني اعتماد لو كانك عطيني تصريح بالبث اوكي ارواح منعني بصح انت تجي درك شوكر المعاليم عطاوك بولوك قالوك اغلق له تجي لي بيان الاستهلاك للشعب الجزائري طز شوفوني يعني قافز وني واعر ونعرف وكذا وقررنا اغلاق نضربك بكاس ندوخك خراينا على هنا ال... الراسه تاع جدكم الحلوب الحلوب هذه الكلب خلاصه القول استراتيجيه اعلاميه يا تبون ويا رئيس الحكومه ويا هاد المسؤولين ضروريه جدا 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 لبناء دوله لا تزول بزوال الرجال ما نلوموش وقت بومدي الله يرحمه وقت الشاذلي ووقت حتى زروال ما نلوموهمش لماذا لانه ما عدناش تكنولوجيا وما عدناش انفتاح اعلامي وما عدناش وما عدناش وما عدناش زايد انها الدوله حديثه حديثه التاسيس اللي هي الجزائر زايد الازمه الاقتصاديه الان ما عدناش مبرر لا يوجد مبرر دولة عندها 60 سنة ملي تكونت دولة عندها 60 سنة ملي تكونت زيد دولة البحبوحة المالية الله يبارك تسلف بالمرار للناس تكنولوجيا متطورة متطورة جدا الصحافة الإلكترونية الرقمية الدنيا متطورة الكوادر الجزائرية 100% منش معتمدين على الخارج عندنا إطارات شابة بالعكس احنا نصدروا الخارج إذا أين المبرر أين المبرر لهذا الفشل الإعلامي الخطير والخطير والخطير أين الخلل هل الخلل في الكادر البشري لا هل الخلل خل في إمكانية المادية لا هل الخلل في الخبرة لا إذا الخلل وين الخلل في يا يحكمه الخلل في الزوال يحكمه في كلب يربط وحمار يفك هذا هو الخلل خلل في الناس اللي راهم يسيروا ويتحكموا في قطاع الاعلام هما زوايل حمير بغوله هذا هو الخلل